We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, greetings everyone. And thank you for joining this session on best practices وسعيدة بأنكم مع مجلس بنتائج أعمال أفضل الأعمال العملية في الإنترنت. أنا مسؤولة من المجموعة الاستشارية ماج وسوف أشرف على هذا المحور بالمشاركة معه. أرحب بكل الذين يتصلون معه عن طريق مستودعات التوزيع مثل هي في مدغشقر وخب في مناطق أخرى. أعطي الصوت إلى ماركوس ميكور الذي يرعى هذا المنتدى لأفضل الأمور العملية في الإنترنت. أريد أن أعطي بعض الملاحظات العملية بالنسبة لهذا المنتدى لأفضل الأمور العملية. هو مجموعة ورش نشأت عام 2014 من أجل الوصول إلى نتائج، بما أن IGF لم تكن نتائج لم تكن عملية، لذلك قمنا نحن بإيجاد نتائج وتقارير محددة. ومن هذه التوصيات نشأت عام 2016، ومنذ ذلك العام كنا كل عام نقوم بإصدار تقرير يقوم بذكر أفضل الأمور العملية في عملية أمن السبيراني. لدينا خطة طريق في مجال العام الخلال، وهناك أيضا تفاهم عالمي سيتم عن طريق الاتفاق عليه، وهناك أيضا لدينا IGF زائد الذي سيعنى بالشباب في مجال منتدى حوكمة الإنترنت. وسوف نقوم بجمع هذه الأمثلة العملية، أي منتدى الأمثلة أفضل الأمثلة العملية على استخدام. لذلك شكرا، أيضا أشكر على أنكم هذا تلخيص لموجز أعمال الأمن السبراني. كما ذكرنا أن منتديات أفضل الأمور العملية لها تاريخ طويل، وهي باختصار NRES. لدي عدة شرائح من أستطيع أن أظهر لكم ما الذي استطعنا فعله والوصول إليه حتى الآن. عندي أمل أنكم ترون ذلك. هذه نلتقي في عام 2021. الآن نلتقي ماذا فعلنا خلال السنوات الماضية، ثم سيكون لدينا عرض عن الأعمال خلال إحدى الدروب التي يهتم فيها، وسنقوم بالتفصيل بمناقشة موضوع، أي هو عملية فحص المعايير التي تقوم بمخالفة الأمن السبراني. في عام 2018 للمرة الأولى منتدى أفضل الأمور العملية بدأنا نراقب ما هي المعايير الموجودة، وأخذنا ننظم هذا العمل بشكل من أجل التعرف على
ما هي الأمور الثقافية تعني لكل مجموعة، وقمنا بقيام هذه المعايير. كانت هناك معايير مدرجة ومقبولة، فأصبحنا نفكر ونحلل هذه المعايير بما يخصنا. في عام 2019 بعدها قمنا بكيف يتم إدراج هذه المعايير عمليا، وأي منظمات توقع على هذه المعايير بأنها تريد أن تستخدمها. في نفس العام بدأنا أيضا نستعرض بشكل تفصيلي الاتفاقيات الثنائية التي تخص الأمن السيبراني، وقمنا حللنا بهذه الاتفاقيات التي وقعتها أوساط مختلفة بماذا تحتوي وكيف أن فقراتها هي جيدة وتضبط هذا الوسط. في عام 2020 في عام 2020 نحن نظرنا إلى المعايير النظامية التي تنظم مجال حوكمة هذا القطاع في المقاربة الدولية، وكيفية تأثير هذه المقاييس على حوكمة الفضاء الرقمي والسيبراني، ودرسنا كيفية تطبيق نفس المعايير في مناطق مختلفة من العالم. ثم نمر إلى السنة الجارية ودرسنا وفحصنا إمكانية الاستفادة من هذه المعايير، ويتم وضعها. هناك قواسم مشتركة بين مختلف الاتفاقيات الرامية لزيادة مستوى الأمن السيبراني. فنحن توصلنا إلى الاستنتاج أن المعايير تأتي نتيجة لبعض الأحداث التي تقع في الفضاء السيبراني، وهي تنتج من حوادث أو أحداث فعلية. ونحن لم نكن نعلق على هذه الانتهاكات المحددة، ولكن درسنا موضوع مستوى التعرض والنقاشات الدائرة ميدانيا، فاتخذنا هذا المنهج الواسع النطاق. هناك ثلاثة مسارات مواضيعية، أولاها المسار المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الموقع عليها والموجودة. هذا المجال ندرسه منذ 3 سنوات ونواصل هذه المبادرة فيما يخص المشرفين على هذا المسار، فهم كل من جون هيرينغ وبابلو هينوهوسا. والمسار المواضيع الأول تحليل جميع الوثائق النظامية واختيار تلك التي أصبح لها التأثير الأكبر في المجال السيبراني والتي تبين أنها الأكثر فعالية. أيضا بحثنا تلك العناصر التي كانت مشتركة في مختلف الوثائق، وأيضا لتلك النادرة التي لم تتكرر في الكثير من الوثائق. في هذه السنة درسنا 36 وثيقة من هذا النوع. المسار المواضيع الثاني يخص الأحداث الواقعة بالفعل في المجال السيبراني، فعملنا قائمة من الأحداث والحوادث الواقعة في هذا المجال منذ 20 و30 سنة، ودخلنا التحليل التفصيلي لهذه الأحداث، وبدأنا أن نتساءل فيما إذا كانت هذه المعايير القائمة الآن اليوم مما إذا كان بإمكانها لو كانت موجودة قبل 20 أو 30 سنة أن تؤثر في أو تساهم في عدم وقوع مثل هذه الحوادث. المسألة الثالث المواضيع وبإشراف كل من شيتال كومار وماركوس كومار، هذا المسار يخص التواصل فيما بين الأطراف المعنية
في مجال كيفية إبلاغ المجتمع الرأي العام عن وجود المعايير وكيفية تعاوننا في بشان هذه المعايير وكيف يمكننا التحليل وبحث الأحداث المحتملة الجديدة. فخلاصة لما قمنا به في هذه السنة، فالمرجو كان منا دراسة تلك التدابير القائمة الآن من ناحية فعالياتها من أدمه. وأمامنا جلسة مثيرة اهتمام، فنعطي الآن الصوت لبابلو إينوخوسا الذي سيتحدث إلينا حول ما قمنا به من أجل تحليل الوثائق الموقع عليك حتى الآن في المجال السيبراني، كيفية صياغتها وكيفية إعدادها وما الذي يمكن تعلمه من قبلنا في هذا الصدد. ثم سوف نمر إلى المسار الثاني المواضيع. سوف نتحدث، سنحاول الإجابة على السؤال، يعني لو كانت هذه المعايير موجودة سابقا، هل كانت ستمنع أو ستساعدنا في منع الأحداث التي قد وقعت في الفضاء الرقمي؟ شكرا على أنكم معنا، ونحن نقدر تقديرا عاليا وقتكم الثمين الذي كرستموه لهذه الجلسة. أتمنى أنكم تتعلمون شيئا من هذه الجلسة. شكرا جزيلا، هذه متعة فائقة أن أستطيع التكلم أمام ضيوف رائعين مثلكم. أنا كنت أود أن أكون شخصيا في كاتوفيتسا، ولكن علقت في مكتبي بسبب الوضع الراهن. لدي عرض تقديمي مختصر. هل ترون هذه الشرائح؟ نعم نراها بشكل جيد. إذن أنيكن وأنا سنتكلم عما استطعنا إنجازه في مجال العمل الذي يخص الخط الأول أو الدرب الأول في ورشتنا، الذي يقوم بالتحليل الكمي، ولأن هنيكن تقوم بالتحليل النوعي، وجون هنريك كان الشخص الذي أدار هذه الأعمال بشكل جيد، وهو يشارك الآن في محور آخر، لذلك لا يستطيع المشاركة معنا. لذلك أنا سأتكلم عن القضايا التي هو تكلمها. انخرط في عملنا متطوعون ساعدونا في جمع البيانات، ويجب أن نقدر جهدهم في ذلك، لأنهم بشكل طوعي نظموا أنفسهم وساعدونا تحت إدارة جون. لذلك أود أن أتكلم عن دوره هنا. عملنا كان يعتمد على تحليل المعايير الموجودة التي تخص الأمن السيبراني. قمنا بفرز وتحليل هذه الأمور وتدقيقها، وكيف مع من كانت متفق، كيف الاتفاقيات، وأن منتدانا كان في السنة الأولى عليه أن يجمع هذه الاتفاقيات والتفاهمات. وقمنا بما هو الأمور التي كانت مأخوذة. يجب أن تكون هذه اتفاقيات دولية. ثانيا، كانت من الشروط أن تكون تفاهمات واتفاقات الهدف منها تحسين الأمن في الفضاء السيبراني. فجمعنا مجموعة من هذه الاتفاقيات والتفاهمات. لم تكن هذه معاهدات، أو لم تكن هناك
أحلاف رسمية بين دول معينة، وإنما تلك الاتفاقيات التي بشكل طوعي تم الموافقة عليها. وهذا هو كما ترون عدد الاتفاقيات الأمثلة عنها التي أخذناها في عام 2021. وصل عدد هذه الاتفاقات إلى 31. هي دائما متعددة الأطراف. لدينا مثلا تفاهمات موقعة في إطار عمل الأمم المتحدة. هنا لدينا اتفاقية بين خبراء دوليين كانوا يعملون في إطار الأمم المتحدة، ولدينا أيضا اتفاقية من بين مجموعات العمل التي، وكذلك لدينا اتفاقيات موقعة من قبل مجموعة أصحاب مصلحة متشابهين كمنتديات مهنية معينة تعمل في مجال الفضاء السبراني. إذن المجموعة الأخرى هي اتفاقيات موقعة بين أوساط مختلفة، من مثلا نداء باريس للثقة والتفاهم، بطاقة التفاهم الذي أيضا تم توقيعه من قبل مجموعة الحريصين على الأمن السبراني. ولدينا أيضا اتفاقية بين مؤسسات وورلد وايد التي أيضا، هذه مجموعات وأمثلة عن البيانات التي جمعناها. لا أدري هل تعرفون التقرير من عام 2020؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فأنتم تعرفون أن كان علينا أن نأخذ بالاعتبار المعايير الرائدة في هذا المجال، وخاصة تلك التي وقعت في عام 2015 من قبل الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة. في هذا العام وسعنا إطار تحليلاتنا إلى 6 شروط لعناصر محددة يجب أن تفي بهذه الشروط، من بينها القانون والراحة، النزاهة، التعاون، الدعم، القضايا التقنية وما إلى ذلك. إذن كانت هناك 6 شروط يجب أن تستوفيها هذه الاتفاقيات حتى تصبح محل تحليلنا نحن. إذن حللنا هذه الفقرات منها وبنود هذه الاتفاقيات، ويجب أن نلاحظ هنا أن مثل هذه التحليلات فيها جزء من غير موضوعي يتعلق من الشخص الذي يقوم بتقدير هذه الاتفاقيات، ولكننا حاولنا بشكل ما أن نجد معيار موضوعي لتقييمها، ولكن يجب دائما الإشارة أن جزء من هذا التقييم كان فيه جزئية غير موضوعية تعتمد على الشخص الذي يقوم بالتقدير. أيضا قمنا بوضع جدول خاصة جون عمل هنا بشكل جيد مع المتطوعين، حللوا بنود هذه الاتفاقات ووضعوها في ترتيب محدد. وكما ترون هنا من 26 لا نستطيع قراءة ذلك كله لأن الطباعة هي بخط صغير، ولكن هناك اعتماد على حقوق الإنسان، وأن أغلب هذه الاتفاقيات أيضا كانت تتحدث عن تعاون عام مشترك بين الأطراف المتوقعة. قمنا أيضا بتحليلات وفحوصات
أخرى، كم مرة مثلا تظهر في هذه الاتفاقيات من بعض الأشياء مثل أن 86% من هذه الاتفاقيات هناك تتحدث عن تعاون و 60% لحقوق الإنسان. إذا هذا شيء طريف فيها. ومن النتائج التي أيضا وصلنا لها من هذه من هذا التقرير الذي وقع في عام 2020، إذا هذا التعاون المشترك له دور كبير. هناك أيضا من الجدير بالذكر هو أن هناك عناصر كانت نادرة، من بينها عناصر تخص مثل تحديد بعض الأشياء لبناء القدرة الرقمية. في 8% من هذه الاتفاقيات مثلا أو هي فئة تخص الفعاليات غير الحكومية. All right, so this is frequency over time. It's a lot of data to visualize, but إذن this graph is a little bit هنا نرى شريحة أخرى وجدول قد يكون أكثر وضوحا، وهناك بيانات كثيرة تم وضعها في الرسم البياني حسب الترتيب الزمني وأنواع عناصر هذه الاتفاقيات. فرتبنا هذه الوثائق حسب الفترات الزمنية التي تم التوقيع عليها فيها، وذلك مقارنة بمجالات مختلفة تضمها عنصر الحقوق والحريات وأيضا الدعم والتأييد. الآن ثم تم تحليل نصوص هذه الاتفاقيات والمعاهدات، ونحن حللناها. هذه الاتفاقيات وعددها 36. تخلصنا من الديباجة وبعض العبارات العامة والفقرات التمهيدية، وركزنا فقط على الأحكام القانونية الفعلية والعملية، جمعناها معا وبناء على هذه النصوص قمنا بتحليل هذه الوثائق، ورأينا مجموعة من الكلمات المفتاح الأكثر تكرارا فيها البيانات، الأمن السيبراني والأمن، وأيضا ترد هناك التعبير مثل الدولة والوصول أو الحاسوب. هذا من الألغوريتمات المولدة آليا لتردد الكلمات الأكثر تكرارا وكيفية الترابط فيما بينها، وهذا مثير للاهتمام. هناك تحليلات أكثر لكان بإمكاننا إدراجها، ولكن هناك أطر زمنية منعتنا من ذلك. بعض الجداول الإضافية أريد أن أريكم إياها، وهي عبارة عن عمودان اليسار واليمين والتعبيرات الإيجابية والموانع. فمثلا هناك شيء تلتزم به المنظمة، هناك شيء تمنعه المنظمة.
مثلا الالتزام ببذل الجهود مثل تعبيرات من هذا النوع وعبارات هذه العناصر الوصفية يجب أخذها في الاعتبار أيضا في سياق التحليل النوعي لهذه الوثائق والمعاهدات. وهذا ما عملنا عليه في المسار الأول. أعطي الصوت الآن لأنكن. شكرا لك يا بابلو. ليس لدينا وقت طويل ولكن أنا سأتكلم فيما بعد، لذلك أقول هنا بعض الجمل مني على موضوع التحليل النوعي والكمي. أود أن أقول لكم أن هذه الأرقام التي ظهرت ليس بالضرورة تظهر نوعية هذه المعايير التي وجدناها في هذه الاتفاقيات والتفاهمات الدولية. لذلك علينا أن نفهم أن الإجماع الذي يتعلق في موضوع ما ليس بالضرورة هو موجود في قوة هجومية معينة. لذلك هذا مختصر مني وسوف أتكلم فيما بعد. شكرا لك يا بابلو، شكرا لك أيضا على هذا التعليق وعلى عرض عمل الخط الأول من هذه الورشة. والآن أعطي الصوت لميلوري نودل التي اهتمت في الدرب الثاني أو الخيط الثاني من هذه الورشة. خسارة أنكم لستم معنا هنا في كاتوفيسا، ولكن يسعدنا أننا نستطيع أن نراكم عن بعد أيضا. أنا اهتممت بالدرب الثاني أو الخيط الثاني من الورشة، وكان هدفنا هو فحص المعايير حول الأحداث التي تحصل في الإنترنت، أي كيف أن معيار معين يستطيع أن يساعدنا في الأحداث غير الجيدة أو السيئة التي توجد في الشبكة. وقبل كل شيء أود أن أشكر المتطوعين الذين عملوا معنا، أناستازيا خيلي، باربرا ماتشيوري فرهانسن، و سماز لويس، ماري هورل، وإذا نسيت أحد فاعتذر منه. أشكرهم جدا لأن بدون جهودهم وعملهم لكان صعب جدا إنجاز هذا العمل. مخططنا كان طموح جدا، أردنا أن نضع تحت فحصنا ظاهرة تتعلق بحالات الأمن السيبراني، وأردنا أن نحلل بشكل نوعي ونعرف ونفهم أكثر تأثير هذه الأحداث التي تحصل في الفضاء السيبراني، ونتفق مع المجموعات التي تقوم بالتأثر بهذه الأحداث ومعالجتها. إذن أستطيع أن أقول أن النتائج التي توصلنا إليها صغناها في تقرير. هذا التقرير عندي أمل أنه سيكون أيضا موضع نقاش على مستوى أعلى. ولدينا شبه بنك من الأحداث التي حصلت في الفضاء السيبراني وما تأثيرها على حياة الأفراد. قبل أن أصل إلى هذه الاستنتاجات، ما هي المنهجية التي قمنا بها في أثناء فحوصاتنا ودراستنا؟ لدينا أحداث ضخمة حصلت في الفضاء السيبراني. أن الخطوة الأولى التي نعرف كيف هي الصياغة كانت تحديا كبيرا بالنسبة لنا. أردنا أن نتأكد هل مجال عملنا سيكون كاف بشكل واسع، وبالتالي
ارتباطا بذلك فهذه هل هذه المجموعة هي مجموعة تمثل بشكل علمي من الناحية الجغرافية ولها تأثير على عدة أشخاص في مناطق عدة في العالم. وهناك أحداث أيضا ممكن جزء منها تم إرجاعها، جزء منها تم إنقاذها، وجزء أخرى كان من الواجب أن تكون هذه أحداث لها تأثير على مصير العديد من الناس، أو أنها غيرت الخطاب الدولي، أي أنها أحداث جوهرية كان لها تأثير على الدرجة، أي وبقيت في ذاكرة جمعية للناس من خلال الصحافة أو وسائل الإعلام التي تحدثت عنها. واحد من هذه الأمثلة يمكن أن يأخذ أشكالا وصيغا مختلفة. قال عن ذلك مارتن، تحدثنا عن هجوم من شكل ديدوس أو برنامجات مثل مالوير أو تهديدات في الفضاء السبراني، تقنيات أخرى، بيانات في الإنترنت، إذن مخالفات عديدة. وبالنتيجة وصلنا إلى نتيجة إلى 9 أحداث كانت، وأردنا أن نذكرها لأن نتعلم منها، وأردنا أن نعرف الأكثر عن موضوعها من أكثر مما عرفنا عن طريق الإعلام. فحللنا هذه المعلومات كلها التي تتعلق بها، وأردنا الإجابة على سؤال هل أن المعايير السبرانية لو كانت مدرجة هل كانت تؤدي إلى إيقاف مثل هذه الأحداث أو إرجاعها في شكل من الأشكال؟ ما هي هذه المعايير التي تخص الأمن السبراني كانت مساعدة في هذه الأحداث المختارة؟ طبعا كل هذه المعلومات بالتفصيل موجودة في تقريرنا، تعرض إلى جزء منها فقط. هنا مثلا فيروس CIH كان في عام 1999 الذي هجم على ملفات ويندوز، كان ورد فعل مايكروسوفت كان سريعا في الرد، ومنذ ذلك الوقت هو خاص في مجموعة الإنذار السريع. بعدها في كان حادث آخر كما قيل في إحدى الجلسات، كانت هي شبكة الأشباح غوست نت. تم شن الهجوم على ناشطين من تيبت في 2009، هي اعتداءات مستهدفة ضد ممثلي المجتمع المدني والناشطين، ونحن عملنا تحليلا معمقا نوعيا، ونعرف بأن هناك ممثل عن تيبت سينضم إلينا خلال هذه الجلسة، فلذا سنعود إلى هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلي فيما بعد. حدث آخر وحالة أخرى كانت تخص البنية التحتية، وقضية سنودن. نظرنا إلى هذه الحالة باعتبارها حدثا تسرب المعلومات خلاله، وكان بإمكان هذا التسرب أن
أن يعيد النقاشات العالمية إلى اتجاه مختلف. لذلك أدرجنا هذا الحدث في قائمتنا. أناستازيا من طرفها قامت بتحليل حدث كان يخص مسألة مهمة جدا، بايب ليد في عام 2019 وقع حدث الإخلال بسلامة البيانات في الهند، وفي عام 2020 هجوم سمي بسولار ويند الرياح الشمسية، وكان يخص الهاردوير أجهزة الكمبيوتر، وأيضا حدث آخر يخص برمجيات تجسس بيجاسوس. هذا بالطبع من نوع الأحداث التي تكتب عنها جرائد في صفحاتها الأولى، فتحليلنا كان قائم على النوعية. لا الوقت ضيق ولا أستطيع الحديث أكثر تفصيلا عن ذلك. هي الأحداث التي تم إدراجها في القائمة. أحثكم على التعرف على مضمون هذا التقرير. نتمنى أن نستلم من حضراتكم التغذية الراجعة. وأنا من خلال هذه الأبحاث اهتممت كثيرا في الأمر، ويجب مواصلة هذا التحليل. أعتبر هذا التقرير تقريرا مبدئيا يمكن البناء عليه مستقبلا، وأتمنى وأتطلع إلى أن تصبح هذه الأعمال تكون لها تتمة ومواصلة، لأننا نبني قاعدة بيانات تحتوي على أحداث قد وقعت في المجال السيبراني. هي كانت هجمات بحق أشخاص، أفراد محددين ومؤسسات، وهي أعتبرها بمثابة تهديد وتنبيه وإنذار لنا مستقبلا. نتمنى أنكم تنضمون إلينا إلى فريقنا المختص بالممارسات الجيدة. إن كان أحدكم مهتما بالانضمام إلى فريقنا فأرجو القيام بذلك. والآن أعطي الصوت للمشرفة على النقاش. شكرا لك على هذا الشرح لهذا المجموعة التي استلمت الدرب الثاني. هناك قضية أريد أن أعيدها، قالت مايلوري، وهذا يخص كل المجموعات العمل، فأن الأحداث في الفضاء السبراني والأمن الذي تعلق هي تحدث لكي يكون لها تأثير كبير. لا نستطيع أن نرجع هذا الحدث إلى الصفر، لذلك يمكن أن نرجع هذه الأحداث ونتائجها إلى درجة ما. لذلك الأشخاص الذين هم هدف لهذه الهجومات يجب أن نحميها. لذلك من هذا الهدف نقوم بإنشاء معايير تحميها عالمية، ومن هنا مجموعاتنا تقوم بدراسة هذه التأثيرات وشخصيات وانفرادية محددة حصلت مع هذا الشيء. والآن سنأتي إلى نقاش في هذا المحور، كيف نجعل أن تكون هذه النتائج استنتاجات من مجموعاتنا، كيف تؤخذ بالاعتبار ويتم إدراجها عمليا. لدينا عدة أشخاص من بينها من قاد هذه المجموعات الثلاثة، مالوري نودل، ف
بابلو هينوخوسا وشيتل كومار وهم من أشرفوا على هذه المجموعات الثلاثة. سأعطيهم الصوت وهم سيحدثوكم ويعطوا الصوت لمن يريد الحديث. إذا أعطيتني مثل هذه المسؤولية لثلاثة أشخاص ومني وأنا منهم فلن يكون ذلك سهل. فأنا أود لو أن ميلري هي التي تقود هذا الجزء الذي سيتعلق بالنقاش. وبما أنني أتحدث فأقول أن المهم أن نقوم بالتحليل القيم التي تخرج من هذه التقارير للمختبر للأخصاء والخبراء وفي منتدى أفضل الممارسات العملية. سأعطي بشكل ميلوري لكي تتكلم. طبعا سأحاول أن أسهل هذه القضية. أنتم كلكم في أونلاين وأنا وحيدة هنا في كاتوفيس. سأحاول أن أنظم ذلك. هنا أود أن تقدموا أنفسكم لأنه ليس لدي لائحة بأسماء جميع المشاركين. وفيما بعد أود أن تجيبوا على أربعة أسئلة. السؤال الأول: ما هي الاتجاهات التي ترونها في المعايير لحماية الأمن السيبراني، ولا ما إلى أين نسير ولا أين سنصل بهذه الاتجاهات؟ هذا أول سؤال. ما هو انطباعكم إذا بأي اتجاه تسير هذه المعايير التي نرسمها؟ لأن أنا فقط هنا وأنتم هناك، فتفضلوا اتفقوا بالدور لمن يتكلم. كذلك ليست لدي هذه القائمة، ولكنني جاهز أن أجاوب على السؤال. كما فهمت فكلنا نجاوب أولا على السؤال الأول وثم الثاني وهكذا. نعم. يا كريس باينتر يتحدث. أنا كريس باينتر، أنا رئيس المنتدى العالمي يعمل في مجال الأمن السيبراني GFC، ومختصر لاسم منظمتنا التي تضع وتقوم بأبحاث حول ذلك. هناك مجتمع مدني ومؤسسات القطاع العام الخاص هم أعضاء في منظماتنا. أنا منذ 30 سنة منخرط في العمل الدبلوماسي. أريد أن أقول بأن ما نقوم به في منظماتنا جدا مفيد، لأننا نعمل صورة للاتجاهات الموجودة والتوجهات ونولي اهتماما أكبر وأكبر للأحداث الخطيرة في المجال السيبراني، وليس فقط ضمن منظمتنا GFC ولكن أيضا ضمن المنظمات الأخرى ترتقي هذه الجرائم السيبرانية في هرمية الأهمية لدى الكثير من المنظمات. ونحن لا نضع مقاييس جديدة، ولكن نتأكد من الالتزام بالمقاييس الموجودة حتى الآن بالفعل، ونفكر حول كيفية إدراجها بشكل عملي ويومي. إن خرجت عن دوري وأتحدث ما يجري خارج منظماتنا، فلا ننسى المسؤولية أو المساءلة. فالمقصود من هم المسؤولون عن انتهاك هذه المقاييس؟ لأن إن لم تكن هناك أي عواقب وأثار قانونية على انتهاك هذه المقاييس، فربما ليس لها أي معنى.
أو لم يعد لها أي جدوى. فالمعايير التي وضعتها مجموعة الأمم المتحدة لخبراء الحكوميين نحن قمنا بتحليلها ودرسناها من حيث الاستفادة منها في مكافحة البرامج التجسس spyware and somewhere. نحن نفكر إذن باختصار في زيادة مستوى فعالية المعايير الموجودة ونشرك في عملنا مسؤولين عن مختلف القطاعات. شكرا يا كريس. الآن يتكلم آرت. It's a real pleasure being on this really lively panel. I would like to highlight two things. شكرا أنا شريف هاشم. أنا أستاذ أقوم بأعمال علمية ودراسات علمية. Excuse me. Very big echo sound. I'll try to use a headset. Maybe that would ربما إذا لبست السماعات سيساعد في إخفاء الصدى الذي يسمعه البعض. Okay, maybe that's better now. Okay, هل الآن أفضل؟ نعم. إذن أنا عضو في مجموعة UNGGA لخبراء الأمم المتحدة منذ عام 2015. أنا من مصر، أسكن في الولايات المتحدة ولكنني مصري، وفي مصر أيضا ساهمت في مبادرات وطنية تخص الأمن السيبراني، وأيضا في على محافل دولية. بما أنه الأعمال التي تتحدث عن أفضل الممارسة، فيجب أن ننظر إلى هذه المعايير ونفكر بأي طريقة نبني الثقة قبل أن يحصل هناك أي حدث في مجال الأمن السيبراني. إذن علينا إدراج بعض الآليات إلى الأمام تكون جاهزة، ويجب أن يكون عملنا متعدد الأطراف. يجب أن ننظر إلى أفضل الممارسات أيضا في مجال إدراج هذه المعايير، ليس أن نجد لائحة، ولكن بشكل دائم أن نقوم بإدراج هذه الممارسة الجيدة في كل المستويات. أعطي مثلا، ذكرنا عن هجوم DDoS، أو في بلدي مثلا كان هناك حدث كبير يخص أن أحد البلاد المجاورة هاجم مصر باستخدام البوتنت. فأردنا ماذا نفعل؟ أول شيء هو أن نحاول أن نحصر نتائج ذلك عن طريق التعامل مع القطاع الخاص، ولكن هذا عملية أوسع، يجب أن نكون جاهزين لمثل هذا التعاون. تحدثنا مع القطاع الخاص وممثلو ذلك القطاع الذين لم يستطيعوا مساعدتنا لأنهم لم يستطيعوا الإفشاء بالبيانات الشخصية لزبائنهم. لذلك فإن استخدام الآي بي المستخدمة من عدة مؤسسات أو بنوك قد تسمى مثلا أن هذه المؤسسات تريد التجسس على زبائنها. إذن نحتاج إلى
مقاربة متعددة المستويات. لذلك من المهم أن نحلل الأحداث المنفردة ونأخذ العبر منها ونجهز احتياطي لمثل ذلك ونتعود على ممارسات وإجراءات تساعدنا في مثل هذه. أما إلى تبادل المعلومات فهذه قضية مهمة، وهذه عملية بدأت في بلدي منذ 12 عاما. كان صعبا في البداية، كان صعبا التعاون مع بعض الجهات، ولكن نظرا لأهمية هذه القضية تم إنشاء بعض المؤسسات والمنظمات التي بسرعة تبادر إلى رد الفعل في مثل هذه الحالات. إذن الثقة هي قضية مهمة جدا في التعاون المشترك، وعلى مستوى محلي وإقليمي ودولي. ونحن أيضا نقوم بمثل هذا نوع من التعاون مع الاتحاد الأفريقي. أتوقف إلى هنا وأعطي الصوت إلى غيري. شكرا جزيلا. أنا من دوري إحدى المشرفات على النقاش، أرجو الصوت من آرت. ولكن قبل ذلك أقول بأن من الاستنتاجات الواردة في التحليل ومسألة نوقشت أثناء إحدى جلسات الاي جي اف ويخص أهمية تحليل لبعض الأحداث مثل ارتليت أو جوست نت، لأن هذا التحليل يشير إلى أهمية إجراء مثل هذه التحليلات، تحليل التعرض، وأن يكون هناك مجال لوجود فرق أو مجموعات جاهزة لتقديم ردود فعل في هذا الشأن. هل هناك من يريد التعليق على ذلك؟ هل هناك من يريد أخذ الصوت؟ آرت شريف. نعم، أرى أنكم تروني على الشاشة. قبل قليل لم أستطع، الآن استطعت أن أتصل بكم وأستطيع أن أتحدث وأعلق في هذا النقاش. أنا مسؤول عن تنسيق مركز الرد السريع على الأحداث، أي ما تسمى بمجموعة سيرت، ونحن نقوم خلال نظام منظمتنا بكتابة تقارير أيضا عن أعمالنا. أنا أيضا عضو من منظمة فيرست وعندي تجربة في مجال رد الفعل على هذه الهجمات السبرانية. هناك أعتقد أن مهم جدا تحديد إمكانية سلسلة التوريد وعملية التفاعل ورد الفعل على هذا الحدث. فإذا لدي تجربة طويلة بهذا الموجود. عندما ننظر عن المنهجية في هذا الموضوع التي سئلت عنها، أنا من أنصار الفحص والامتحان لعدة، أي بما يفهم في أي تأكد هل بعض المعايير هل تسمح بتجنب أو رد الفعل مناسب على حدث معين. يعجبني هذه الطريقة بتحليل هذه الأحداث، وأظن أن هذا عمل علينا أن نتابعه. والمنهجية كما أرى أنها قوية ومتينة، يجب علينا أن نعرف أنه منذ بداية عملنا منذ 10 سنوات تغير الكثير، وهناك عدة كيانات تدخل بالحسبان. وأما فيما يخص المعايير، فأعتقد أن هذه المعايير يتم
تطويرها بالاتجاه الصحيح. وعندما أتكلم مع الناس أعرف أنه هناك الكثير من الوعي في حول هذه المعايير، لذلك هناك شكل تطبيع في هذا الموضوع، وهذا مهم أيضا في بقي الكثير لعمله. هناك أمثلة أنه عند هجوم ما تقوم به شركات تستخدم أشياء تم التعرف عليها، إذن لا توجد عندنا بعد آليات تحمينا من الذي حصل. أريد هنا أن أقول أن إمكانية الوقوع في نفس الخطأ ممكنة، ليس لدينا إمكانية لتصحيح ما حصل، هذا شيء يجب فعله. أما فيما يخص كيف من السهل استخدام إمكانية الهجوم على بعض الأماكن، لاحظنا أمثلة كمثال بيجاسوس أو سيلر ويند وغيرها أو زيرو داي، فهناك هجومات حصلت لأن المجرمون عرفوا كيف يمكن الوصول إلى بعض الأهداف التي، وهذه الأهداف لم تعرف إمكانية الحماية التي تعرف. إذن علينا أن نوزع فيما بيننا هذه المعلومات، وهذا ما أردت قوله. شكرا يا آرت، هذا مفيد جدا تعليقا. أما الآن فأعطي الصوت للمتحاورين المتبقين في المحور. هل هناك من يريد أن يتحدث في موضوع التحديات التي نتصدى لها؟ أما الآن فأتمنى أن لوبسانغ معنا. ويتبين من البحوث وبشكل واضح أن الأحداث المتعلقة بالأمن الأمن السيبراني لها انعكاسات مباشرة على أفراد معينين أو مجتمعات محددة، ولذلك أحيانا هذا التأثير يكون بارز. لذلك أخاطب لوبسانغ سائلة، وأنت من السايبر إنستيتيوت، ربما تريد أن تعلق على المنهجية أو غيرها من المسائل التي ذكرت هنا. ولا ننسى أيضا أن أناكن أيضا موجود معنا وسوف نعطيه الصوت. بإمكاني أن أنتظر أو أجاوب مباشرة. لا، لنبدأ إذن، لنبدأ بك لوبسانغ وثم سنواصل. اسمي لوبسانغ كياتسو، وأعمل في تايبت أكشن إنستيتيوت. المنظمة التي أعمل فيها هدفها الحد من تأثير الأحداث السيبرانية، ونبني أيضا القدرات والكفاءات لدى المجتمعات المحلية فيما يخص التصدي لمثل هذه الأحداث. فيما يخص المعايير في المجال السيبراني، فيجب التعليق على أو الإشارة إلى تقرير الصادر في 2008 أو 2009 بخصوص جوست نت، لأنه كان من الأحداث الأكثر شيوعاً في العالم. عندما ننظر إلى هذه الأحداث فنفهم بأنها أحياناً تخرج عن الأطر. هناك أطر يتم صياغتها ربما ليس على مستوى الأمم المتحدة ولكن على المستوى المحلي، فيجب أن نتساءل في ماهية هذه الأطر وكيفية استخدامها من دول معينة. أيضاً فيما يخص
مساءلة المجرمين أو المرتكبين لمثل هذه الهجمات، فالأمر ليس بسهل، ولكن يجب ضمان وجود مثل هذه الآليات. فأريد أن أشير إلى أنه من وجهة نظر منظماتنا، إذا نظرنا على الهجمات التي وقعت في عام 2009، فبدأنا نتساءل آنذاك هل من الممكن تشخيص هوية أو مصدر الهجمات من حيث الدولة. وهناك بعض البيانات المتوفرة التي تم استخدامها لهذا الاعتداء، والطرق أشارت إلى الحكومة الصينية، فنحن لم نعلم آنذاك كيف نعالج هذا السؤال. فالآن ربما أيضا ما زال ذلك الموضوع شيئا يمكن العمل عليه. أنا جاهز للإجابة على الأسئلة الأخرى أيضا، ولكن الآن أريد أن أشير إلى مسألة وضعي وإنشاء المقاييس بأنواعها. نحن نحتاج إلى المعايير الخاصة بالبنية التحتية الحرجة. وما هي هذه البنية؟ نحن تقريبا نفهم هذا المصطلح كلنا بطريقته، ولكن نفهم هذا المصطلح، هذه البنية التحتية الحرجة، باعتبارها هي بنية تحتية فيزيائية ومادية، ولكن لها أيضا هذا الطابع الناعم وغير الملموس. مثلا صفحة إلكترونية قد تكون جزءا من هذه البنية التحتية لأننا نعمل من خلالها. لذلك ما هو مفهوم هذه البنية التحتية؟ إذا طبقنا منهجا متعدد الأطراف، علينا أن يعد النظر في هذه البنية. شكرا على هذه الملاحظات القيمة. أعتقد أنه لدينا الكثير من التحديات، ولكن نتقدم ونسير في الاتجاه الصحيح على ما أعتقد. يجب أن نفكر ما الذي يجب أن نفعله أيضا. وأظن أن أهم استنتاجات من فحوصاتنا ودراساتنا هو أن المعايير مهمة ومفيدة وضرورية، ومن ما حددناه حتى الآن يمكن أن تساعدنا أن نتجنب أحداث حصلت في الماضي مما عرضناه في من الأمثلة التي طرحناها، خاصة حماية البنية التحتية الحرجة التي تكلمنا. الآن سنذهب إلى إنكن الذي سيعطينا آراءه حول الاستنتاجات الناتجة عن مجموعات العمل التي قامت. شكرا يا شيتل. أود في البداية أن أقول لما قالته ميلوري للسؤال الذي طرحته في البداية عن الميول والاتجاهات الحالية. أنا أعمل في معهد للدراسات، معهد صغير يهم بسياسات في الفضاء السبراني، لذلك نحلل الخطاب الدولي في هذا المجال وعملية إدراج المعايير. وأستطيع القول أننا نحن نستطيع التعرف على اتجاهات موازية نستطيع النقاش فيها على في المحافل الأمم المتحدة. ويجب أن نعرف أنه من المبكر أن نحتفل بأن تم فعلنا بكل ما فعله في مجال المعايير. إذا نحن نتحدث الآن عن معايير تخص الأمن السبراني التي هي بالنسبة لنا مفهومة، ولكن نسير في طريق نظري. يجب أن ندخل في مجال العملي وإدراجها وطلب وإلزامها والتحقق من هذا الإلزام، وخاصة من قبل الحكومات والدول
متعددة. وفي منتدى كمنتدانا الآن علينا أن نتحدث عن ذلك ونقول عن الطريقة الناجعة في التحقق من تطبيقها. ونحن نستطيع أنها ليست معايير هدفها السيطرة التامة على كل الظواهر السلبية بين البرمجيات التي تظهر، وإنما مثلا إعطاء توصيات إنجيكا للمجموعة الخبراء الدوليين. يجب أن نكون واعين إلى أن هذه المعايير بعضها مجرد، وأن بعض منها فيها فروق كبيرة بين عملية التحقق من تطبيقها في دول مختلفة. ولنتذكر أن الحكومات والدول وممثلو الميادين التقنية لا يريدون أحيانا الوصول إلى إجماع من يريد أن يتحمل المسؤولية في إدراج مثل هذه المعايير. ظهر على الشات سؤال يتعلق بالضغط من جهة الوسط، وأعتقد أن هنا يجب أن نفكر من أين يأتي مثل هذا الضغط. هل هي منظمات المجتمع المدني؟ هل هي مجموعة الخبراء والأخصائيين في مجال الأمن السيبراني؟ أم أنها ضغط تأتي من أجهزة الدولة؟ وهنا أيضا يجب أن نعرف ويكون لدينا توازن أكثر لنستطيع أن نحتفل بنجاح هذه السياسة في أمن السيبراني. ربما سأستطيع تابع عملي عندما بدأت أننا نعمل ضمن فقاعة سيبرانية، والآن مقارنة هذه المعايير التي تنظم ذلك قبل عصر السيبرانية، يأتي أن ما قمنا بعمله لهذا المجتمع السيبراني لا يجب نسيانه. شكرا على تعليقاتك والإيحاءات حول ما يمكن التركيز عليه مستقبلا من قبلنا. أما الآن فأعطي الصوت لسيانا أنستيس. أتمنى أنك موجودة معنا أونلاين الآن. أتمنى أنكم معنا. من اطلع على التقرير فيعلم أن أحد الأحداث الذي غطيناه كان يخص برمجيات بيجازوس، وقلنا بأن تدابير أو لوائح متعلقة بحقوق الإنسان في هذا صارت منعدمة، وبعض توصياتكم يخص هذا الموضوع بالذات. فلذلك أطلب الكلام الآن من سيانا سائلة، مما إذا كانت لديك أي أفكار أخرى بعد تخص منهجيات الأبحاث التي نقوم بها. كما فهمت فإنك تحتاجين إلى المساعدة فيما يخص تشغيل الميكروفون. آسفة على ذلك، لم أتمكن من تشغيل الميكروفون بنفسي. شكرا على دعوتي لهذا اللقاء، واستمعت باهتمام كل التعليقات حتى الآن. رغم وربما باختصار شديد أقدم نفسي، أنا كبير المختصين للشؤون القانونية في منظمة سيس، فنحن فريق عابر للقطاعات
ومرتبط بجامعة تورونتو كندا، ونعمل على التحليل تحليل الأدوات المستهدفة في مجال التصنت ومدى انعكاسها على حقوق الإنسان. نطلق حملات توعوية في مجال الأمن السيبراني، ومنذ 2014 أصبحنا نتخصص بالتحليلات والأبحاث الخاصة ببرمجيات التجسس مثل بيجازوس ومجموعة NSO هي المزود الرئيسي لهذه البرمجيات للحكومات. أيضا أصبحنا ندرسها، وأود أن أشير إلى أن المعايير التي نتحدث عنها يجب أن يكون لها انعكاسات على الأطر القانونية الرامية إلى الحد من آثار الهجمات السيبرانية. فيمكنني المواصلة في الحديث عن ذلك بأكثر من تفصيل، ولكن أظن أن المتحاورين السابقين قد علقوا على ذلك بالفعل بما فيه الكفاية. لذلك أشير فقط إلى شيء آخر، أنه يجب علينا تطوير المعايير والقواعد الرامية إلى إدراج اللوائح والضوابط في القطاع المسؤول عن إنتاج برمجيات التجسس. ونحن هناك وتيرة ما لعملنا، ونحن منخرطون في الإجراءات القضائية في الولايات المتحدة ضد شركة NSO التي هي المزود الرئيسي لهذه البرمجيات. وذلك أيضا نحن منخرطون في العمل على الضوابط القانونية الجديدة التي من المقرر إدراجها في الاتحاد الأوروبي. الشركات التي لديها موارد كافية تتعاون معنا في مجال حقوق الإنسان، ومجموعة NSO هي من الشركات التي كونها مسؤولة عن تزويد منتجات التجسس يجب أخذها تحت العين المكبرة، ويجب أن نفهم هذه الآليات القانونية الجديدة التي تخص المعايير. شكرا لك، كانت هذه الملاحظات مفيدة جدا. الآن عندي اقتراح، وأود أن مباشرة أتوجه السؤال إلى مايلوري. أعرف أنك موجودة كوحيدة في الصالة، هل تريدين أن تعلقي على بعض الأمور التي طرحناها؟ هل بعض التوصيات بالنسبة لك هي جوهرية أكثر من غيرها حسب اتجاه عملنا في المستقبل؟ هل هذه مشكلة لأننا نعمل كوسط منفرد، نعمل في حدودنا فقط، وكيف علينا أن نتعامل مع هجومات من نوع زيرو دايز وغيرها؟ ما رأيك؟ شكرا. طبعا سوف أعلق على بعض الأمور، وسنأتي إلى الجزء الأخير إلى الأسئلة الحرة للمتحدثين. بعض السيدات والسادة تحدثوا عن المسؤولية، أنه لمن نحاسب في مجال هذه الأحداث التي تحصل. أنا لدي تجربة طويلة في مجال تحليل تأثير هذه الأحداث على الصحفيين، على السياسيين، على الناشطين. وإذا فعلا إذا تصورنا أن
عدة مرات صعب أن نحاسب مجموعة معينة أو شخص محدد من هذه الأحداث الأمن السبراني، وأن أحيانا تصب هذه الهجمات ضد شخصية منفردة. وإذا القضية المهمة التي يجب علينا أن نراها أن من هي المسؤولية، فهل ممكن أن نحاسب عندها هذه الشخصية؟ عندما قمنا بدراساتنا أخذنا بالاعتبار أحداث لها أثر كبير. إذا قلنا إن هذا التجسس إلى أين هو مستهدف، من هو المستهدف، ومثل زيرو دايز، فليس من الضرورة أن تكون هي هجومات تخص أشخاص كثر، ولكن هي واضحة ومهمة بالنسبة لأشخاص معينين. علينا دائما أن نفكر بذلك وكيف نعرف ذلك ونضعه تأثيره. مثل هذه الهجمات مثل زيرو دايز أو رانسون وير تتطور وتنمو الكثير حول مثل هذه الظاهرة. أي كما فعلنا هذه السنة، علينا أن نحلل طريقة تأثير بأي اتجاه تتم هذه الهجومات، وأن هذه البرمجيات الخطرة هي ضد من، وتنشأ عمليات وشركات كثيرة، كيف ينمو هذا الوسط لاختراع أنواع جديدة من الهجوم. هذا يجب أن يكون تحت نظرنا. إذا يجب أن نؤمن أن تكون بنى التحتية هي آمنة، وأن هناك حدود خارج حدود الدول، بحيث أن هذه الدول لا تستطيع أن تقوم بإزاحتها. يجب أن تكون هذه المقاربة قاسية وليست ناعمة. يجب علينا أن نضع هذه الحدود التي لا يمكن تجاوزها. مثلا يجب أن نعمل بشكل مشترك على إلغاء هجومات من نوع زيرو دايز. ربما إذا كان لديكم أيضا ملاحظات تقاسموها معنا. والآن سؤال آخر أسأله لجميع المتحدثين والمتحاورين، بأي طريقة هذه المجموعات التي تقوم بمعالجة وإيجاد معايير تخص الأمن السيبراني ممكن أن تضمن مشاركة في إنشاء هذه المعايير من قبل ضحايا أو المعنيين وأصحاب المصلحة في ذلك، أو مجموعات أخرى مستهدفة بشكل مباشر؟ كيف يمكن أن ندخل هذه الناس في خلق معايير جديدة؟ شكرا على هذا السؤال. ولا نتحدث هنا فقط عن اللاعبين بشكل دول، ولكن عن غيرهم من المجموعات الكثيرة التي يجب أن تكون ممثلة. عندما الحكومات تتحدث عن إدراج معايير، ففي الكثير من الأحيان تتحدث عن معاييرها هي، ومن شأنها تنسيق التعاون مع دول أخرى. أعطيكم مثل، قبل سنوات وكنت ألقي محاضرة في إحدى
الجلسات الافتتاحية وكنت أتحدث عن مجموعات سرت، مجموعات التدخل أو مجموعات ردود فعل لأحداث معينة، وكان لدي انطباع بأن المستمعين لا يفهمون قط ما أتحدث عنه، وذلك في محفل الأمم المتحدة، وكأنه لا يوجد هناك أي انعكاس لما كنت أقوله على الواقع الذي نعيش فيه. وتعليقا لما قالته شيتا قبل ذلك، علينا أن نتقاسم بنتائج أبحاثنا مع مجموعة أوسع من المستخدمين والمستلمين، وأظن أن مستقبلا سيكون من المثير باهتمام أن نرى فيما إذا كنا قادرين على ننسب هجوما معينا لمجموعة معينة، فهل يمكن ثم التحقيق المساءلة أو بالفعل محاكمة مثل هذه المجموعة؟ شكرا. أعطي الصوت إلى لوبسان. نحن بدأنا ممكن حتى القول أن بدأنا بفريق التدخل السريع بشأن الأمن السيبراني، وهي منظمة على شكل منظمة مجتمع مدني. فإذا تعمقنا في تقرير الخبراء الحكوميين سنرى هناك بعض الإمكانيات، ولكن الأغلب هذه التقارير تتحدث ماذا يمكن فعله بمستوى الحكومات. إذن بمثل هذه المبادرات يجب أن تنخرط مجموعة أكبر من الناس والتي لديها خبرة تقنية في هذا المجال، مع وتكون على علم بالعلاقة بين المجتمع وبين السلطة. ومثل هذه الفرق، فرق التدخل السريع، سيكون لها تأثير مهم وليس فقط ممثلو الجهات الرسمية في الدولة. شكرا على هذه الملاحظة، وهذا خير دليل على ضرورة تنسيق التعاون الأوثق مع مختلف الأطراف الاجتماعيين. وشكرا على هذه الملاحظة القيمة. أيضا هناك صوت وارد من المركز عن بعد، مركزنا عن بعد في داكا البنغلاديش، فليتفضل السيد أو السيدة. يبدو أن هناك مشكلة مع الصوت في الاتصال. وكذلك الوقت ضيق، ربما سنعود إلى مركزنا البنغلاديشي بعد لحظات، أما الآن فنمر لشريف. أود الأشير إلى بعض النقاط، وخاصة أعلق على ما قاله كريس حول مدى أهمية التعاون الوثيق ما بين مختلف أصحاب المصلحة، الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. عادة من الصعب التوصل إلى هذا التعاون ما لم تكن هناك جهود معينة مطلوبة وتتمحور حولها هذه الجهات. فيما يخص المعايير الخاصة بموضوع الأمن السيبراني فوضعتها الجهات الحكومية، ولكن هناك أيضا تلك المعايير التي يجب إدراجها أيضا من أطراف أخرى، ولذلك هذا
هاي المقاربة العديدة الأطراف مهمة. أنا كنت أعمل في الحكومة في حياتي وأيضا في الجامعات وفي القطاع المعني. من المهم أن يقام هذا التعاون ونبني هذه العلاقة المليئة بالثقة لكي نحقق وننفذ كل الأنشطة التي هي لازمة في تحديات الأمن السيبراني. كذلك من المهم للغاية أن نتقاسم ونتشارك بالممارسات الجيدة ونقوم بإدراجها ميدانيا. أحيانا المجموعة التي المنسوب إليها هذه الاعتداءات نحن لا نعرف هويتها، هي رانسوموير أو غيرها من البرمجيات، نحن لا نعرف هل تمولها حكومات أو أطراف أخرى. إن تعاوننا معا فيزيد احتمال تعريف هوية هذه الجهات، وهذا ما كان في حالة هجوم وقع في الولايات المتحدة وضربت خلاله البنية التحتية في مجال الطاقة، وكان هناك مجموعة من روسيا تعاونت مع مجموعة أخرى أو تنظيم في الولايات المتحدة، وهكذا تم اكتشاف مصدر الهجوم. ولذلك من المهم الإشارة إلى أن مختلف الأطراف المعنية لها الوصول إلى مختلف المصادر، لا أتحدث عن الحكومات فقط ولكن غيرهم أيضا. لذلك بفضل هذه المقاربة المتعددة الأطراف نستطيع الوصول إلى مصادر مختلفة. شكرا على هذه التعليقات القيمة. الآن سنعود إلى مركزنا عن بعد. نعرف أن الجيل الشباب وهؤلاء المشاركين في الفضاء السيبراني هم معرضين أكثر من غيرهم للهجوم. كيف يمكن لأعمالنا أن تحمي هؤلاء ممثلي الجيل الجديد الناشئ؟ من يود الإجابة على هذا السؤال؟ يمكن أن نجيبك على الشات، وسوف أيضا تكون هذه الإجابات في تقريرنا. ليس لدينا سؤال على إجابة محددة. الآن قضية جمع واختتام هذه النتائج، نصل إلى نقول ماذا سمعنا؟ سمعنا عن أن هناك مجموعة الامتحان الفحص التي تقوم بذلك والدراسة وعندها منهجية جيدة وذات مصداقية، وهي مفيدة تساعدنا على تشخيص بعض الأمور. لابد من جمع هذه الممارسات الجيدة في هذا المجال، وعلينا أن يكون الموضوع أوسع بالنسبة إلينا ولا ننغلق على هذه الأمثلة التي أرينا. يجب أن نتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين في هذه القضية. لدينا تقدم في النشر وإعلان فائدة ومن هو المسؤول عن هذه الهجومات. بقي الكثير طبعا للعمل من أجل أن هناك السوق والسوق الأسود الذي يتم فيه بيع معلومات عن الفجوات تمكن من الهجوم على شكل زيرو دايز. نعرف أيضا ماذا يحصل ونستطيع أن نحسن الكثير. نستطيع القيام في المستقبل بتحليلات أكبر، وهناك يفقدنا بعض المعايير في مجال البرامج التجسسية وماذا كيف نقف. يجب هذه أن تكون أطر قانونية لمكافحتها وكافية.
أما بالنسبة للتوصيات والاستنتاجات فإن معايير الأمن السبراني الموجودة حاليا ستكون مهمة ومفيدة لتجنب بعض هذه الأحداث في مجال التي حصلت في الماضي، أي أنها مفيدة وناجحة، فإذا يجب علينا أن نقوم بتحسينها بشكل أكبر. وبهذا الشكل أنهي هذا الشيء. أريد فقط أن أعرض عليكم عدة روابط تمكنكم من الحصول على المواد والوثائق التي من خلال نقاشنا اليومي. أشكر جميع المشاركين الموجودين معنا هنا في صالة في كاتوفيتسا، وأولئك الذين رافقونا عن طريق الإنترنت، وأرغبكم مرة أخرى في التعرف على هذه التقارير التي أعددناها لأنه من المفيد قراءتها. والآن أعطي الصوت إلى زميلي الذي يمثل منتدى أفضل الممارسات في مجال الأمن السبراني. هذا المنتدى منذ عام 2016 يعمل ضمن نعمل إذن على أهم القضايا التي تتعلق بالأمن السبراني. لذلك منذ بداية هذا العام تم دعوة كل المتطوعين والجهات المعنية لكي تشارك في عملنا. هنا أود أن أشكر جميع من أعلن رغبته في دعم عملنا، شكرا للجميع. أما بالنسبة للنتائج والاستنتاجات من جلستنا ستكون ملهمة للدارسين، للباحثين، لأشخاص المعنيين وأصحاب المصلحة، وكلها على صفحة المنتدى ستكون موجودة. كما رأيتم هناك رابط إلى ذلك. أغلق هذه الجلسة. شكرا لإصغائكم ومشاركتكم.